تشوف الجمهور المصري اليوم يشجع في تونس، واللي في اكثر من لقطه العب يا تونس العب يا تونس، راهي حاجه تحرك المشاعر. اللي الافريق راهو فاتونا برشا، راهو فاتونا برشا برشا مراحل، فاتونا برشا من ناحيه التكوين، كي تشوف لي كاليتي نتاع الملاعبيه. غامبيا تربحنا عليه هكاك يا معلم؟ تكلمنا على المنتخب التونسي للشباب، قلنا نقفوا معاه، ندزوا مع الفريق، نتكلموا كلمه باهيه، نكونوا مع المنتخب الوطني، وبعد تخسر ضد غامبيا؟ غامبيا تربحك واحد بليش؟ اقسم بالله لا عاد تفهم حد شيء يا معلم. شنو الاداء وشنو الكارثه اللي في وسط التيران؟ خليني ساعه نحطكم في الاطار، ساعه باش تفهموش فيش قاعد نحكي. لوبجيكتيف انه من الدوره هذه لازمتنا نكونوا من الاربعه الاولى باش نتعداو الكاس العالم، اما بالاداء هذاك باش نكملوا ثلاثة ماتشات ونروحوا، مانيش بتعديه حتى للدور القادم يا معلم. هذاك اداء، هذاك بريمير ميتون عديوه، بريمير ميتون كارثي بقى معنى الكلمه. اشوف باش تتكلم، تحكي على خمسه ملاعبيه يلعبوا في اوروبا، الباقي يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى، ومن بعد نعديو ميتون كارثي بالطريقه هذيك؟ ما فماش حد شيء، ما فما ما ريت حد شيء. انا من التصريح نتاع عادل السليمي تفهم كل شيء، اذا كان ما نربحوش ما نخسروش، معناها هكا ونقعدوا احنا التالي، ما نمشيوش القدام، ما نطلعوش القدام، ما نهاجموش، نقعدوا نستنيو حتى اللي ماركيونا. ماركيونا بونتو في دقيقه 80، بالنسبه لي انا ما نقبلهاش، ما نقبلش بونتو بالطريقه هذيك. شنو اللي مليابي يطلع اونتور دو وياخذ الكره يضرب بالراس والجارديان يعوم سي القزاح ومن بعد تضرب في راسه وتعاود تدخل، معناها هذاك بونتو عادي تقبلو؟ بالنسبه لي انا نحكي معاك ملاعبي تلعب في المنتخب الاول، راه مش تلعب في المنتخب الشباب، خاطر الاغلاط هذيكم تعملهم اليوم باش تزيد تعملهم غدوه، وبعد تلقى منتخب يعدي ماتش كارثي خاصه الشوط الاولاني. اللي خليني نرجع ونحكي على الشوط الاولاني، ما فما حد شيء، لا رينا ترانزيسيون في الوسط، لا رينا باس اثنين تتبدل، ما رينا حد شيء، رينا كان امكانيات فرديه، كل جوار يكاور وحده، ادم قرب على الجهه اليمين يكاور وحده، يوسف سنين القدام، ما فهمتش شنو قاعد يعمل الجوار هذاك. ما خذا معاهم حتى كوره، لو بريمير ميتون اللي قبل ما يخرج زي ميتون، وشفنا الملاعبي جبريل عثمان كي هبط في بقعه سنانه قدم الاضافه، ما فهمتش علاش هبط سنانه من الاول. قول لي الملاعبي مستانس بالكيب ناسيونال وقاعد يماركي ويكونفيرمي يعمل في ماتشويت، نقول لك كي نمشي معاك، اما لكن اليوم الملاعبي الحاضر هو اللي كور، اللي باش يجيب لي ماتشويت ويجيب لي 3 بوان، هذاك اللي نخليه يلعب انا. مش نهبط يوسف سنانه ماهوش حاضر، الملاعبي ما خذا معاهم حتى كوره، ونخلي جبريل عثمان ما نهبطوش. نقولها ونعاودها، الشوط اول كارثي بامتياز، ما عملنا حتى فرصه على الكاج، ما عملنا حتى تير كادري، راهو ميتون كارثي، وماتش هذا بالنسبه لي انا كارثي جلوبالمون. وبعد تخسر ضد غامبيا وتحب على اداء وتحب على الملاعبيه هذو يوصلوك ديمي فينال، بصراحه اني قد استفهام اللي قاعدين نشوفوا فيه، ما فما حد شيء اليوم، ما رينا شيء، رينا كان ملاعبيه في وسط التيران طايشين، ما شفناش انيماسيون اوفونسيف، ما شفناش فكر هجومي، ما شفنا حد شيء اليوم. واليوم انا الحقيقه تصدمت في الفريق الغامبي، فما كوره في دقيقه 30 راه تشوف لاكسيون الاولى والثانيه ويبدلها للتروازيام، والارجو ما شافوا كان الاربيتر، انا ما شفتش فما ارجو، وين الارجو؟ وين ماهو الارجو؟ ما فما حتى ارجو. والتغييرات يا اخي، واحد كيف يعمل تغييرات راه نورمالمون باش يحسن اللي قاعد يشوف فيه، الاخطاء اللي موجوده في وسط التيران نورمالمون يحسنها، ما فماش. تو كي تهبط انت ملاعبي في الوسط وتبدل في الوسط، معناها راك انت قاعد تشوف في مشكله في الوسط. اللي بالعكس بعد التغييرات زاد خذاو علينا الوسط الكل، يظهر منتخب اقوى منك في الليديال، ما تدخلش معاه في الثنائيات، نورمالمون توصل الملاعبيه وجوارات نتاعك ما تدخلوش في الثنائيات، ملاعبيه اقوى منا في الثنائيات، الواحد ضد واحد ما نجموش رواحنا، معناها من الاخر لازمك تلعب لمسه الاولى، لازمك تلعب في الاسباس وتلعب في ظهر المدافعين، حاجات هذم زاد كيف ما شفنا حد شيء. ماتش بالنسبه لي انا كارثي بامتياز، ما رينا منه حد شيء وما شفنا فيه حد شيء، واللي بصراحة لازم نصلحه قبل ما يفوت الفوت، قبل ما ندخلوا في الماتش الثاني وقبل ما ندخلوا في الماتش الثالث وفي الحسابات ونعمل اكس نتعدى وبالك ما نتعديش وبالك نمشي مع المجموعة هذه وما نمشيش مع المجموعة هذية. الماتش الجاي ضد البنين بالنسبة لي أنا لازم تربح، لازم تربح وتغير، وهذيك بالنسبة ليك أنت حاجة تعرفها كان أنت يا عادل السليمي، ما نجموش ندخلوا في الخيارات الفنية نتاعك تونكو أنت موجود اونترونور، نتكلموا على أغلاطك، نحكيوا على الحاجة هذه مشيت، نحكيوا على الحاجة هذه ما مشيتش، اما مش زاده باش نبروبوزيو عليك الحلول،
مهاجم لا يهاجم، مهاجم ما فماش، مخليه انا مخرجه في دقيقه 60، معناها ضيعت على روحي 60 دقيقه كامله باش انا تذكرت اللي ما عنديش مهاجم. ولهنا زاد مش باش نكون قاسي برشا على الملاعب، الملاعبيه الكل اللي لعبوا قدام بالنسبه لي انا ما قدموا حد شيء، لا شيء مش بالي فرديا عمل حاجه، لا ادم قرب هذاك بطبيعته يعرف كان الجري، ما ريتوش عمل حد شيء. السنانة زاد كيف كيف كان معزول، ما فماش ترانزيسيون، سامي شوشير ما كانش قريب بعد لا تكونيت باش يعطيهم الكوره، ما فهمتش انا كونسيني من المدرب ولا ما فهمتش شنو اللي صاير بالضبط. في خضم هذا الكل فما بوادر نتاع نقطه ايجابيه اللي هي دفاع المنتخب التونسي، ولكن بالخطا اللي صار في الدقيقه 80 ما عادش نجم تحكي على حاجه باهي وديفونس باهي. صحيح عندنا مقابله كارثيه بريمير ميتون بدايه الشوط الثاني وعملنا فيه حد شيء، اما بالمستوى هذاك على الاقل تخرج اكس، على الاقل تعمل السور السور، وما تقبلش بونتو بالطريقه هذيك وما شفنا حد شيء مشي. الرياريات اللي عملوا اللي عليهم، طلعوا في وقت اللي لازم يطلعوا، غطى وقت اللي لازم يغطيو، اما زاد هما رابيد ياسر، هما بصراحه اللي تصدمت فيهم انا شخصيا اليوم. ترى ما يفادكوش معاك لولا وثانيه ويبدل ما تلقى حد شيء، لازم نديركو في اقرب وقت وما نضيعوش الماتش الجاي، الماتش هذا يمشي على روحه اللي بالنسبه لي انا كنا نجمو نجيبو اكس، لو قعدنا مركزين شويه نجيبو اكس. والجارديان عاوننا شويه، يا جارديان ياسر القزيح عاون شويه، شنو جات الكره تتمركة فما شوطة من بعيد جات البرة، معناها كان جاتك في الكاج ونحيتها ولا نقول يعطيك الصحة عملت عليك. وانا ما ريتش انا كور جاو للكاج ناحيتهم، شفت كان كورة واحدة جات للكاج وتقريبا معناها ضربت في البار ومن بعد ضربت فيك ودخلت، ما عاونتنا بحد شيء اليوم. ومش بالمستوى هذا باش تعديو للدور القادم، ومش بالمستوى هذايا باش نجمو نكونوا من الربيع الاول. واللي زاد كيف كيف نحب نحكي عليها ونقطة ونختم بها، اللي الافريق راهو فاتونا برشا، راهو فاتونا برشا برشا مراحل، فتونا برشا من ناحيه التكوين، كي تشوف لي كاليتي نتاع الملاعبيه يا معلم مخك يقف ما تفهم حد شيء، تشوف الكنترول والباس، تشوف الكنترول يكون موجه ويحط في الاسباس ويحط كورس ويجري ويعمل السونتر يا معلم. واحنا وين من هذا الكل؟ شفنا الكره كورنير رجعت عاودت تحت عاود خذيها هز مره اخرى سونتر ماركلك بونتو، واحنا في هذه الكل وين؟ ما نعرفوش، ما فهمتش شنو اللي مازال باش نحكيو فيه. بالنسبه لي حكينا كل شيء، اما الماتش الجاي لازمك تربح، لا تقول لي نجم لا ما نجمش هذيك امورك، تصرف لازمك تلقى الحلول لازمك تربح، وهابط اللي يستحق يكون موجود واللي يعاونك في التيران. راهو بعد كي باش نلومو باش نلومو لونترونور، راهو ما نلوموش الملاعبيه، الملاعبيه نجمو نلومو عليه، اما لكن زاد نحكي على لونترونور اللي هبطو في التيران وكان موجود. ونحب نختم بلقطه بالنسبه لي انا عجبتني، كي تشوف الجمهور المصري اليوم يشجع في تونس واللي في اكثر من لقطه العب يا تونس العب يا تونس، راهي حاجه تحرك المشاعر، حاجه تخليك تتفاعل معاه. من الاخر ما تحشمونيش في الدوره هذيه، واعملوا اللي عليكم واحنا معاكم.